أزول تحية، مرحبا بكم. اليوم العيد الكبير، وديما في العيد الكبير ضروري المغاربة كيتذكروا واحد الحدث وقع في 18 دجنبر 1975، نهار العيد بالضبط. واحد الجريمة وقعت في التاريخ، أن 350 ألف مغربي مغاربة وولادهم يعني الاصل ديالهم مغربي، يعني كتلقى مثلا مغربي مزوج ووالد وولادو كبروا، حتى هذوك ولادو اللي كبروا حتى هما تعرضوا لكش اللي تعرضوا والديهم. 1975 في الجزائر، من بعد المسيره الخضراء، من بعد المسيره الخضراء بشهر، بومدين ديك الساعه اللي كان شد الجزائر، وقيله كان بوتفليقه هو وزير الخارجيه، وقيله ما عرفش بالضبط وقيله. المهم القرار ان المغاربه كاملين اللي كاينين في الجزائر يرحلوهم، وهذا الشيء نهار العيد الكبير. مشاو الناس تيصليو وراجعين لديورهم، كاين اللي باقي ما وصلش الدار وتيهزو كيلوحو في الطوموبيل في الكاميونات، وكاين اللي وصل للدار وحتى ذبح وبدا كيسلخ، يعني كيتذبح الضحية ديال العيد وكيسلخ، وهجموا عليه وكيشرجوهم. كاين اللي فرقوهم مع ولادهم. كاين مثلا تلقى مغربي مزوج جزائرية كيهزو المغربي وكيخليو مرتو تما. كاين اللي بحوايجو ديال النعاس هزوه. صراحة جريمة ما عمرها تنسى، وباقي اللي حتى الساعة الضحايا ديال هادشي كيطالبوا بالتعويض، وكيطالبوا من الدولة ديال الجزائر تقدم واحد الاعتذار. جريمة بما تحمل الكلمة من معنى، والعنوان المناسب لهذه الجريمة هو أن مسلمين طردوا من بلد مسلم من طرف مسلمين في يوم مبارك. نهار الكبير عند المغاربة هو العيد الكبير. باقين الناس اللي عاشوا هذيك الأجواء كيعاودوا الكارثة. 350 ألف مغربي كيتلاحوا في الحدود، واختاروا بالضبط 350 ألف حيت 350 ألف مغربي اللي كانوا مشاو في المسيرة الخضراء. داكشي علاش درت الجزائر حتى هي نفس القضية، قلبات جمعات 350 ألف. هذيك الوقت المغرب استقبل هذوك الناس، داروا شي قياط وحاولوا انهم يندمجوا مع المغاربه، يعني باش كاينين الناس خلاو السلعه ديالهم، خلاو الاراضي ديالهم، خلاو الديور ديالهم، خلاو ولادهم. كارثه. وهذيك الوقت ان وزاره الداخليه ديال المغرب والحسن الثاني ان ما بغاوش يديروا نفس التصرف اللي دارت الجزائر، وخرجوا واحد القانون تيقولوا فيه اي مواطن مغربي كي باغي يمارس داكشي اللي تدار المغاربه راه غادي ندخلوا للحبس. يعني اي مغربي شد شي جزائري عذبوه ولا ضربوه ولا بغى ولا عايره ولا غادي يتعاقب بالعقوبه ديال 6 شهور. هكا كانوا دايرين في هذاك القانون، حيت هذيك الوقت كان الغليان في الشارع، كان الشعب ما عجبوش الحال، والدوله خرجت هذا القانون باش تهمد القضيه وتقاد القضيه، حيت اصلا ما يمكنش دير رد، يمكنش دير واحد الرد ان الناس يجريو لك على الناس ديالك وتعاود تجري انت على الناس ديالهم. شي هاد خربيق. كانت صراحه الدوله ديال المغرب ذكيه. دابا الامور دازت، ولكن باقي هذا الشيء للتاريخ ما غاديش يتنسى. وما عرفش انا منين جات هاد خوا ما دام ان بحال هاد الجرائم هادو كاينين. النظام ديال الجزائر عيق بزاف، كيمول البوليزاريو، والبوليزاريو عايشة في بلادو، في البلاد ديال الجزائر. يعني راه باين القضية، باين شكون اللي كيتعدى. وما غاديش ننسى هاد القضية بأن الناس اللي وقع لهم المشكل في 1975 كيعاودوا تيقولوا بأن راه كاينين بزاف ديال الجزائريين ما عجبهمش الحال، بزاف ديال الجزائريين ما رضاوش بداك الشيء اللي دار النظام ديالهم،
وكيبقى فيهم الحال. وتيقولوا الناس كيقولوا المغاربة بأنهم تيشوفوا الجزائريين تيبكيو، ما بغاوش داك التصرف، ما عجبهمش. وكاينين الناس اللي تاني اللي تيقول لك بأن راه كاينين الناس ما بغاوش، وكاينين الناس بغاو، بأن كيسجلوا بأن راه كاينين ناس جزائريين كيوريو النظام ديالهم الديور فين كاينين المغاربة، وكاينين الناس ديال الجزائر سرقوا الأضحية فاش داوهم تيمشيو تيهزو لهم الممتلكات ديالهم، يعني يطبوا حجر هادشي اللي كاين. كيما المغرب راه فيه المزيان وفيه الخايب، كذلك الجزائر راه فيه المزيان والخايب، ولكن النظام ديالهم عيق، هو خايب 100%، ما فيهش نقاش. هذا التصرف هذا ديال البراش، ان الناس معاك وتخرج عليهم هكا، عمر التاريخ ينسى هذا الشيء. تهلاو في راسكم.